أيضا تسأل هذه السائلة عن حكم الصلاة بالقفازين في اليدين، وحكم الصلاة والوجه مغطى إذا كان هناك رجال أجانب، وحكم الصلاة إذا كانت القدمان مكشوفان أو مكشوفين. هذا كله جائز إلا كشف القدمين، إنه لا يجوز في الصلاة، يجب عليها أن تستر قدميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الدرع الواحد قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، دل على أنه اشترط ستر القدمين. وأما الوجه إذا كانت خالية عن الرجال الأجانب فإنها تكشفه في الصلاة، وإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها تغطيه وجوبا في الصلاة كما تغطيه في غيرها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، كذلك تستر كفيها في الصلاة، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وعورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، فعورتها في الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجال. نعم، بارك الله فيكم.